مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وبنبدأ مع حضراتكم أولى تقاريرنا في حلقتنا النهاردة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل اخبارنا، خليكم معنا. التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، الفريق اول كينيث ماكنزي قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري. فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. وفي سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكنزي، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. ولقوتها أن تحقق النصر في أعتى المحن، للنسور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل. إلى العلا تطير النسور لحماية سماء مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معلنة قوتها وقدرتها على تنفيذ أي مهمة توكل إليهم. القوات الجوية المصرية، نسور السماء. مصر مش أي أرض، مش حبات تراب ورمل، دي كل شبر فيها يعني فرصة، يعني أمل. دي أرض مروية بإصرار وعزيمة وعمل، كل نقطة مية غالية بتفتح طريق لبكرة. جاري استصلاح 1.5 مليون فدان ضمن 4 مليون فدان مستهدفة للاستصلاح. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة يعني معانا خبر حابين نتكلم ونعرف تفاصيل أكتر. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال 7 سنوات الماضية على بناء سياسة خارجية ناجحة تحقق لمصر العودة مرة أخرى إلى دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط. حابين طبعا يعني نتكلم باستفاضة عن هذا الموضوع. معانا على الهاتف الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري. صباح الخير أستاذي.
صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الحقيقة طبعا يعني الموضوع ده طبعا يعني مهم جدا، ولازم يعني نعرف مشاهدينا أكتر عن هذه التفاصيل، فحابين يعني نعرف من حضرتك كيف تدير مصر علاقاتها الخارجية وما تمتاز به طبعا السياسة المصرية خارجيا طوال السنوات الماضية. يعني الحقيقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام الحكم في عام 2014، كانت السياسة الخارجية المصرية واحدة من أهم البنود المطروحة على جدول الأعمال بالنسبة لقيادة سياسية جديدة جاءت في وقت كانت فيه علاقات مصر العربية والخارجية في تعيش مرحلة الأزمة الحقيقية بفعل ممارسات الإخوان وتخبط الإخوان وعلاقات الإخوان التي جاءت على حساب المصالح الوطنية المصرية في الخارج. أولا، مصر التزمت بسياسة متوازنة ما بين الشرق وبين الغرب، قوامها الأساسي هي مصالح مصر، وكما قال الرئيس فتح السيسي أكثر من مرة، من يصادقنا نحن بالتأكيد سنكون أصدقائه، ومن يعلن عداء لنا بالتأكيد سيكون لنا موقف آخر في مواجهته. الأمر الثاني أن مصر الحقيقة رفضت الدخول في أي محاور من شأنها الإضرار بالسياسة الخارجية المصرية، ومنها مثلا محور ما أسمي بالناتو العربي، محاور عديدة كان الهدف منها هو دفع مصر إلى أن تأخذ موقف إلى جانب بعض الفعاليات وبعض القوى ربما ذلك لا يتوائم مع السياسة الخارجية المصرية. الأمر الثالث أن السياسة الخارجية المصرية أعطت الأمن القومي العربي والقضايا العربية الأساسية الصدارة في هذا الأمر. خذ عندك مثلا القضية الفلسطينية، ما زالت مصر رغم كل ما حدث في الفترات الماضية هي التي تحرص وتحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية. وأظن أن مصر عندما تنجح في إلغاء قرار تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي، وعندما تنجح في مواجهة كل التيارات المعادية التي كانت تصف ما حدث من ثورة شعبية في مصر بأنه انقلاب، وأيضا وجود علاقات حميمية ما بين مصر وبين العديد من البلدان سواء في أوروبا الغربية أو في الشرق، كل ذلك يؤكد بالفعل نجاح السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على أن تتصدر المشهد. ورأينا ذلك في اتصالات الرئيس بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة يطلب تدخل مصر في مسألة وقف يعني التصعيد الحاصل على الساحة الفلسطينية والتوصل إلى حل يفضي إلى هدنة طويلة تكون أساسا لحل يمكن التوصل إليه في المرحلة اللاحقة. مظبوط فعلا كلام حضرتك. طيب يعني محتاجين برضو ننتقل لنقطة ان يعني بنشهد تحركات طبعا في جميع الدول الأفريقية وبناء وتعاون اقتصادي مشترك، يعني كيف تحركت مصر تجاه محيطها الإقليمي طبعا في القارة السمراء؟ حضرتك يعني يفيدنا بده أكتر. يعني الحقيقة مصر كانت لها الصدارة في الفترة الناصرية في دعم حركات التحرر الإفريقية واستضافتها هنا في مقر حركات التحرر، وكان دائما مصر تتواصل مع الدول الإفريقية، ولكن للأسف جاءت فترة تراجع فيها الدور المصري عن يعني متابعة القضايا الإفريقية والعلاقات المصرية الإفريقية، وهذا أفتح المجال لقوى أخرى معادية الحقيقة لتكون طرفا مهما في إفريقيا وتستطيع أن تبني علاقات جديدة. كانت هذه العلاقات يعني موجهة بالأساس للدور المصري في إفريقيا. رأينا منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في مصر منذ 7 سنوات أن الملف الإفريقي هو على مائدة الاهتمام. مزبوط. وأن مصر تواصلت مع الدول الإفريقية، وأنه عندما تولى الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي بالفعل تمكن من السعي إلى حل كثير من النزاعات المتفجرة، ودعا أيضا في نفس الوقت إلى ضرورة التنمية في إفريقيا، القضاء على مشاكل الفقر في إفريقيا، بحث مشاكل الهجرة غير الشرعية وأسبابها إلى أوروبا من إفريقيا وقس على ذلك. وأعتقد أن الدور المصري في إفريقيا أصبح الآن يعني في مقدمة الأدوار، وهذا يتضح تماما من العلاقات والزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي والتي كان آخرها
زيارة جيبوتي مؤخرا. تمام، يعني زي ما حضرتك بتقول، وانا طبعا يعني اسف على الاطاله، ولكن طبعا يعني موضوع مهم، طبعا حابين نعرف تفاصيل عنه اكتر. حابين نعرف من حضرتك يعني العلاقات المصريه الامريكيه طبعا مع تغيير الاداره الامريكيه زي ما حضرتك تعلم، كيف ادارت مصر هذا الملف؟ لا يعني الحقيقه منذ البدايه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا الرئيس بايدن بمجرد وصوله للسلطه، ومن ثم ما يحكم العلاقه المصريه الامريكيه ايا كان الحاكم في الولايات المتحده هو المصالح المشتركه التي تقوم على النديه وعلى الاحترام المتبادل لمصالح البلدين. طبعا من هذا المنطلق سعت مصر الى سياسه متوازنه في علاقتها مع الولايات المتحده الامريكيه، ولذلك نجد بالفعل كما قلت الرئيس بايدن بدا الحقيقه يتواصل مع القياده المصريه ويدرك تماما اهميه دور مصر، وهذا الدور الذي عبر عن نفسه في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وعلى الفلسطينيين، والدور الذي لعبته مصر والذي ما تزال تلعبه في ملف المصالحة الفلسطينية، وكذلك الحال بالنسبة لدور مصر في ليبيا، دور مصر في سوريا، في العراق، في اليمن. مصر تضع الحل والخيار السياسي في مقدمة الحلول بدلا من اللجوء الى الحرب، ونحن نعرف ما تجر الحرب من ازمات ومشاكل. طالما ان هناك حل سياسي فبالتاكيد هذا الامر ياخذ اولويه لدى صانع القرار في مصر، وهذا اتضح تماما في ملف الازمه الليبيه، ويتضح تماما الان في ملف العلاقه مع اثيوبيا. مصر تسعى الى حل المشكله على قاعده الحفاظ على حقوقها التاريخيه، والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اكثر من مره على أنه يفضل الحل السياسي أكثر من أي حل آخر. مظبوط كلام حضرتك، ويعني أختم مع حضرتك بشكل عام طبعا ثمار السياسة المصرية الخارجية من وجهة نظر حضرتك. لا هناك احترام متبادل بين مصر وبين الدول في العالم يقوم على احترام يعني عدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية أو عدم تدخل مصر في شؤون أي دولة أخرى، وهذه سياسة ثابتة. الأمر الثاني أن مصر أصبحت رقما مهما في معادلة المنطقة، في معادلة الشرق الأوسط، في المعادلة الإفريقية، في المعادلة الدولية. يعني احنا طبعا فخورين بهذا العمل يعني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا حقبة الرئاسة، وطبعا احنا دايما شايفين كل حاجة حلوة وشايفين التطوير اكتر، وان شاء الله الفترة اللي جاية يشهد تطور اكتر واكتر يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا اسف جدا على الاطالة، ولكن بشكر حضرتك على هذه التفاصيل الجميلة، الكاتب الصحفي والاعلامي وعضو مجلس النواب الاستاذ مصطفى بكري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد محمد داود وزير الداخلية جمهورية القمر المتحدة الذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى. تم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية في دعم الكوادر الشرطية القمرية، كما زار أيضا عددا من المنشآت التدريبية والقطاعات الأمنية المصرية، وأشاد بتطورها وإمكانياتها وبرغبة الجانب القمري في الاستفادة منها. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. في إطار التعاون الأمني بين مصر وأشقائها الأفارقة، فقد استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد محمد داود وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة الذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب القمري في كافة المجالات الشرطية، بينما أعرب الوزير القمري عن اهتمام بلاده باستفادة الكوادر الشرطية القمرية من الخبرات الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. وقام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والقمر المتحدة تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الجانبين.
المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام المنشأ حديثا لتدريب الكوادر الأمنية المحلية والدولية على عمليات حفظ السلام، كما شاهد جانبا من التدريبات العملية لطلبة كلية الشرطة على المهام الأمنية المتنوعة. الوزير الكوموري زار المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وشاهد إمكاناته التدريبية الكبيرة لإثقال مهارات رجال الشرطة بما يؤهلهم لأداء أصعب المهام. تضمن برنامج زيارة وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة قطاع الأمن العام، حيث شاهد محاكاة لمسارح الجريمة التي يتم التدريب فيها على كيفية فك لغز الجرائم المتنوعة. وفي ختام الزيارة أهدت وزارة الداخلية المصرية إلى وزارة داخلية جمهورية القمر المتحدة كمية من المساعدات التي تسهم في دعم الأجهزة الأمنية في جمهورية القمر المتحدة لأداء المهام الأمنية بها، وهو ما يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة في المجال الأمني، وانطلاقا من إيمانها بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة دول القارة. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معانا يعني خبر مهم حابين أيضا نعرف تفاصيل عنه أكتر. رابط ورقم سري تفاصيل منظومة جديدة لعرض مشكلات المطاعم والمنشآت السياحية. فقد عقد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية اجتماعا مع المسؤولين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتكلفات رئاسية للتعرف على المشكلات التي عانت منها المطاعم والمنشآت السياحية خلال جائحة كورونا. حابين نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. معنا على الهاتف الأستاذ عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية. صباح الخير أستاذ عادل. اهلا وسهلا، صباح الفل. اهلا بحضرتك. يعني حابين يعني ناخد من حضرتك فكره عن المنظومه الجديده، طبعا يعني كوسيله تواصل ما بين المنشات السياحيه والجهات الحكوميه. شايف الحقيقه الجهات العليا الرسميه مهتمه جدا بموضوع السياحه، وعشان كده احنا من القطاعات اللي عانى كثيرا كثيرا بجائحة كورونا. فإحنا المطاعم السياحية والكافتريات السياحية بتتعامل مع جميع الجهات اللي في الدولة، ولذلك جائحة كورونا دي جائحة جديدة بالنسبة لنا، أول مرة يعني تقابلنا مشكلة زي ده هي. ولذلك تفهم القيادة السياسية تفهم واعي جدا جدا، لكن المشكلة هي في التنفيذ لغاية لما نوصل لقاعدة الهرم. قمة الهرم متعاونة جدا وفاهمة جدا وعايزة تساعد السياحة بقدر الإمكان، إنما القاعدة العريضة من الموظفين المنفذين لقرارات دولة معالي رئيس الوزراء هي دي المشكلة، إن على بال ما القرار بيوصل لهم من رأس الهرم إلى القاعدة بياخد وقت كتير، وهم بيتصرفوا عادي كأن مفيش جائحة وحاجة. يعني مثال زي مثلا موظفين الكهرباء والمية بتطلع قرارات بتأجيل مثلا السدادات أو عدم فرض فوائد أو غرامات على التأخير. وتلاقي حضرتك بينزلوا برضو بيحصلوا من الناس أو بيطلبوا منهم.
فعشان كده حطوا نظام هندي كل مطعم كل مطعم هيبقى له رقم سري يحط فيه المشاكل اللي بتقابله سواء مع شركات زي كهرباء مية، محليات، أي جهة بتراقب عليه أو بيتعامل معاه وبتتعسف معاه بيقول رأيه مباشرة، يعني بيقولوش لينا كغرفة، لا بيحطوا على طول في هذه الصفحة الخاصة به اللي هو عنده رقم كود معين سري بيفتح بيه وبيدخل وبيحط المشكلة اللي بتقابله. بتوصل الحاجات دي في عند القيادة السياسية بتجمعها، ولما بيلاقوا مثلا شكوى من جهة معينة متكررة من كذا مكان في حتة معينة بيحطوا ايدهم على طول على المشكلة اللي موجودة. ودي الحقيقة خطوة ممتازة وجريئة جدا جدا وهتحل لنا مشاكل كتير. يعني طبعا زي ما حضرتك اوضحت لنا، وعشان كده برضه يعني في صدر قرار جديد من جانب وزاره الماليه بخصوص طبعا اخضاع مأكولات الدليفري لضريبه القيمه المضافه، حابين برضه ناخد فكره عن هذا القرار. ايوه، هي القيمه المضافه دي اللي هي 14% هي بديل لضريبه المبيعات اللي كانت موجوده 10%. ضريبة المبيعات 10% دي كانت يعني كانت بتتحصل من الأماكن السياحية سواء فنادق أو مطاعم أو كافيتريات أو تمام. لما صدرت القيمة المضافة، قانون القيمة المضافة ده شمل الكل سواء سياحي أو غير سياحي، كل من يقدم خدمة أو يبيع سلعة، مش بس بيع سلعة كمان تقديم خدمة. وزاد التيكاوي سوري الفاتورة وحضرتك في المطعم بتدفع عليها 12% خدمة و14% قيمة مضافة. تمام. لكن لما بتطلبها في البيت أو بتاخدها تيكاوي أو هوم ديليفري مفيش خدمة، فما بيتحطش عليها ال 12%، بيتحط عليها ال 14% بس. ايوه تمام. وهي وجوبيه لكل المطاعم. تمام. طيب هل استاذ عادل يعني هناك لجان متابعه من يعني الغرفه طبعا على يعني مطاعم المنشات السياحيه لاطمئنان طبعا على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي للحفاظ طبعا على سلامه العاملين والمواطنين طبعا اللي يعني بتخش هذه الاماكن؟ طبعا طبعا، يعني في تعليمات وزارة السياحة بتبعتها لنا وإحنا بنعممها على جميع المطاعم والكافيتريات والمسارح المنوعات، كل ما هم تابعين لينا وأعضاء في غرفتنا. وبعدين بتنزل وزارة السياحة في حملات سرية مفاجأة على الأماكن دي عشان تضمن تطبيقهم للإجراءات الاحترازية اللي حطتها وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. تمام. يعني دايما بنقول يعني طبعا بناخد بالنا، يعني رغم احنا لسه طبعا ما انتهناش من هذه الجائحة يا رب نهيها على خير، ولكن طبعا زي ما حضرتك عارف ان يعني قطاع السياحة هو تأثر بشكل كبير جدا، ولكن طبعا مع الجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيها ان شاء الله كده نراهم في الافضل يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خير، واحنا متعشمين خير، وباذن الله قريب ترجع المعدلات زي الاول واكتر باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. استاذ عادل انا بشكرك جدا، الاستاذ عادل المصري رئيس غرفه المنشات والمطاعم السياحيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف فيه بيان بدرجات الحراره المتوقعه النهارده، ونشوف كمان بيان باسعار العملات والذهب، ونرجع نكمل اخبارنا، خليكم معنا. Thank you.
افتح عينيك على المستقبل، شوف عن قرب. أرض الفرص بتفتح أبوابها، استعد لبداية جديدة. مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها، بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون، أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل. مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار، جاهز للمستقبل، ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة. سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات. مصر وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر، تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات، جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد. مصر وفرت بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات، مالياً، إدارياً، قانونياً وتكنولوجياً، بمبادرة فكرتك شركتك. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و700 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية، لحياة أجمل وأرقى. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين. مصر بتبني 20 مدينة جديدة بمواصفات عالمية، قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة. وبتوفر 8 مليون فرصة عمل جديدة. أنشأت مصر 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي و28 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة ل102 ألف وحدة إسكان للعشوائيات، مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة. وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 236 مشروع لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروع للصرف الصحي، منها 506 مشروع للقرى. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 813 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. بدأت في مصر أولى الخطوات لتصنيع لقاحات المضادة لفيروس كورونا محليا، واستقبلت الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني، وذلك بمصانع فاكسيرا. طبعا يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا على الهاتف الدكتور مجدي عدلي، مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة بمستشفيات التأمين الصحي. صباح الخير دكتور.
صباح الفل يا زيزو. اهلا بحضرتك. صباح الفل على كل مشاهدينا. اهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقه طبعا يعني حابين في الاول كده نقول اهميه يعني تصنيع اللقاح في مصر، ونتكلم طبعا يعني عن اهميه اللقاح بشكل عام. يعني تمام حضرتك. والله هو في البدايه اولا يعني طبعا احنا عارفين ان اللقاحات لها دور مهم جدا في احتواء الازمه، ويعني بحب انبه على حاجه يعني مهمه جدا، وممكن الدوله تفطنت لهذا الموضوع مبكرا، وان عشان تحصل على مناعه او بما يسمى مناعه القطيع لابد ان يتم تطعيم من 50-70% من مجموع السكان. طبعا هذه النسبه هتمثل عدد كبير جدا، لذلك الدولة تنبهت لهذا الموضوع مبكرا. معايا يا استاذ يوسف؟ اتفضل. اهلا سامع حضرتك. تنبهت لهذا الموضوع مبكرا وتم عمل اتفاقيات بين مصر والدول المصنعة للقاحات، ومن بينها الصين متمثلة في شركة سينوفاك. وتم بالفعل استلام المواد الخام الخاصة بتصنيع اللقاح في بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها في 21 أبريل الماضي. وهذه الكمية يعني كافية لتصنيع ما يقارب 2 مليون جرعة من تطعيم سينوفاك. واللي هيقوم طبعا احنا عارفين انه الشركة المصرية فاكتيرا هي اللي هتقوم بعمليات التصنيع. التصنيع بعد عمل كل معايير الجودة العالمية الخاصة بالمصنع الخاص بفاكتيرا. طبعا طب يا دكتور، هل في موعد يعني تم يعني هو بالفعل بدأت دلوقتي. انت عارف حضرتك يا يوسف عشان تبدأ التصنيع لازم من اجراءات ادارية وفنية. ايوه. فهو طبعا بيتعرض الاول على وزارة الصحة والهيئة العليا للدواء لأخذ عينات وعمل تحاليل ولمعرفة مدى أمان وجودة هذه المادة الفعالة، ومن ثم بدء عملية التصنيع. تمام. فطبعا الموضوع ده بياخد فترة مثلا زمنية سي مثلا من أسبوع ل 15 يوم، وبعد كده بتبدأ عمليات التصنيع. التصنيع. طب هل في ميعاد للانتهاء التصنيع يا دكتور؟ آسف، سؤال ثاني. هل في ميعاد لانتهاء التصنيع؟ انا لسه بقول لحضرتك، هو طبقا لتصريحات وزارة الصحة انه بداية التصنيع او باكورة الانتاج هتكون بنهاية شهر يونيو او بداية شهر يوليو القادم. لكي يعني طبعا يبدأ التصنيع، وهو طبعا في مستهدف السنة دي من التصنيع 40 مليون جرعة. 40 مليون جرعة في نهاية 2021. يا رب على خير ان شاء الله. الكمية دي هتزيد في 2022 ان شاء الله لتتضاعف، عشان نقدر نعمل تطعيم لأكبر عدد ممكن من الشعب المصري، عشان نوصل للنسبة اللي انا قلت لحضرتك عليها في الاول. يا رب على خير ان شاء الله. وطبعا ده يعني شيء جميل وشيء مشرف يعني، وان شاء الله تنتهي هذه الجائحة بخير ان شاء الله. دكتور مجدي مشكورة جدا. دكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة مستشفيات التأمين الصحي بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات برنامجكم صباح النور، خليكم معنا. ده كان حالنا لسنين وسنين. مات أمرا طبيعيا أن يقضي المصريون أوقاتا طويلة في الظلام. الكهرباء في مصر كل يوم، لكن الجدل بشأنها كبيرة، تسبب فيها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. كان لازم يجي شعاع النور يفتح أبواب الأمل، يضيء المستقبل، ينور سنين مصر اللي جاية، يحول أحلامنا لحقيقة واضحة. مصر رسمت بخيوط من نور خريطة المستقبل أجمل. أصبحت تملك أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء في العالم،
سواء كانت تقليدية شمسية أو تعمل بطاقة الرياح. انتهت مصر من تنفيذ 185 مشروع بتكلفة 366.6 مليار جنيه لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25,000 ميجا وات، وده يساوي 12 ضعف قدرة السد العالي. وبكده حققنا الاكتفاء الذاتي وبدأنا نصدر للدول العربية والأفريقية، وتم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة المحطات القديمة وزيادة سعة المحولات. العدادات مسبوقة الدفع مشروع ضخم، هدفنا تركيب 10 مليون عداد، خلصنا 3,200,000 وجاري تركيب 6,800,000 عداد، وبنفس التصميم والإرادة جاري الانتهاء من محطة الضبعة النووية. بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 614 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. واحدة تفرق كتير، والوقت دايما تحدي. في زمن قياسي مصر طورت منظومة النقل وأضافت وجددت 97 محطة سكة حديد، وطورت 335 مزلقان، 212 عربة قطار تم شرائها، وتم التعاقد على 1300 عربة قطار لدعم منظومة السكة الحديد، وتم توريد 24 قطار جديد مكيف لمترو الأنفاق. وفي مجال النقل البحري تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجة نسور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل إلى العلا، تطير النسور لحماية سماء مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معلنة قوتها وقدرتها على تنفيذ أي مهمة توكل إليه. القوات الجوية المصرية، نسور السماء. مشاهدينا ورجعنا حضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الثروة الداجنة، كما أعلنت عن فتح أفاق جديدة للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي مع تقديم فرص تمويل ودعم لصغار المربين. حابين ناخد فكرة وتفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا على الهاتف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير دكتور. صباح الخير فندم، صباح الخير لكل السادة المشاهدين الكرام، كل عام وحضراتكم بخير ومصر بكل خير. وحياتك بألف خير يا دكتور. يعني حابين نعرف من حياتك يعني حجم الاستثمار في القطاع الداجني وحجم العمالة في هذا القطاع. القطاع الداجني العمالة اللي فيه مباشرة وغير مباشرة تقريبا 3 مليون. لو قلنا ان كل واحد مسؤول عن أسرة 4-5 أفراد، يعني هنقول 10% على الأقل من المواطنين أو أعداد شعب يقتاطوا من صناعة الدواجن. أيوه. حجم الاستثمار يقرب من مليار 100 مليار جنيه في حجم الاستثمار في الثروة الداجنة. يمكن المعايير والفرص اللي اتخذتها وزارة الزراعة والدولة في صناعة الدواجن وصلتنا الحمد لله لأن نكون على أعتاب الاكتفاء الذاتي، يمكن معديين 97% من الدواجن، وبقدر ما إذا حققنا الاكتفاء الذاتي بل نصدر ما يزيد عن احتياجاتنا، يمكن قريبا جدا إن شاء الله نكون محققين بالفعل الاكتفاء الذاتي من الدواجن يا رب ان شاء الله. يونيو 2020 تم اعتماد مصر من الدول اللي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقا لقواعد وضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وبالتالي يسهل من خلالها
تصدير العديد من المنتجات الساجنه الفائضه عن احتياجاتنا، وبالفعل تم تسجيل 30 منشاه وجاري تسجيل العديد من المنشات الاخرى من قبل الهيئه العامه للخدمات البيطريه. يمكن الحمد لله صدرنا لاول مره بعد انقطاع دام اكثر من 14 سنه كميات من الدواجن المجمده وبيض المائده، اعداد كبيره من بيض التفريخ سواء كان بيض تفريخ كتاكيت تسمين او كتاكيت بياض. صدرنا كمان منتجات داجنه اخرى مع كتاكيت تسمين عمر يوم وكتاكيت بياض عمر يوم. زي ما بقول لحضرتك يمكن 14 سنه وزياده احنا كنا محرومين من هذه الميزه، لكن دلوقتي لازم يكون عندنا افاق تصديريه وفتح لمجالات تصديريه لما يزيد عن انتاجنا ان شاء الله. ان احنا زي ما قلت لحضرتك الفرص اللي قدمتها الدوله والوزاره هتزيد من انتاجنا. في كمان وزاره الزراعه عقدت بروتوكول مع اتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك الاهلي المصري، وبروتوكول اخر مع البنك الزراعي المصري، الهدف منهم توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن اللي هم يمكن بيمتلكوا يمكن من 60-80% من جمله ما لدينا من ثروه داجنه. هنا بنوفر لهم الدعم اللوجستي والفني والمالي لرفع كفاءه عنادرهم ومزارعهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح الى نظام التربيه المغلق، وما يترتب على ذلك من اثار ايجابيه تتعلق بتحسين العائد الاقتصادي وزياده الانتاجيه وتقليل مصروفات التشغيل طبعا والحفاظ على الثروه الداجنه. يمكن في النظام المغلق نسبه النفوق خلال فتره التربيه والتسمين لا تتعدى 3-4%، في النظام التربيه المفتوح نسبه النفوق طبقا للظروف والاجواء الخارجيه قد تتعدى 25-30%. في نظام التربيه المفتوح بنربي في كل متر مربع لا يزيد عن 10 طائر لكل متر مربع، لكن في نظام التربيه المغلق ممكن نحط لغايه 20 طائر في المتر المربع. في نظام التربيه المفتوح بنربي في السنه كلها 3-4-5 دورات بالكثير، لكن في نظام التربيه المغلق ممكن اصل الى 8 دورات. اذا هنا بضاعف عدد الدورات المرباه في السنه وبضاعف عدد الطيور المرباه في وحده المساحه. طبعا كمان نظام تحويل او معدل تحويل الغذائي من علف الى وزن حي في نظام التربيه المغلق يكون افضل واكثر كفاءه. واحنا عارفين ان تكاليف التغذيه لوحديها او تكاليف الاعلاف في مشروعات الثروه الداجنه يمكن تكلف تقريبا او تمثل يمكن من 70-80% من جمله مصروفات التشغيل. لقينا كمان القرار الجمهوري، لا ننسى القرار الجمهوري 139 لسنه 2020 المتعلق بتخصيص 9 مواقع للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بعيدا عن الوادي والدلتا، واحنا هنا بيتم فتح اثار للاستثمار الداجني. 9 مواقع دي في 4 في محافظه دينا، 2 في الاقصر، 2 في الوادي الجديد، واحده في محافظه شمال سيناء، بالاضافه الى 13 موقع كمان في الظهير الصحراوي بعيدا عن الزحام في الوادي والدلتا تابعين للهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه. كمان تم تبسيط قوي وتاشير اجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافه مشروعات وانشطه الثروه الداجنه والثروه الحيوانيه. كمان يمكن احنا النهارده بنتكلم في 75,000 ترخيص تشغيل بعد ما كانوا فقط 17,500 ترخيص تشغيل. طبعا تيسير اجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مرتبطه ومصحوبه بالاهتمام بكافه ضوابط ومعايير واشتراطات الامن والامان الحيوي داخل وحول تلك الانشطه، وبالتالي رفع كفاءة هذه الأنشطة والحظائر والعنابر والمزارع وزيادة وتحسين معدلات أداء الطيور والدواجن داخل هذه المنشآت والأنشطة. عايز أقول لحضرتك كمان فضل. يمكن في القرار الوزاري 220 لسنة 2020 في وجوب
الإشراف البيطري على مزارع الدواجن ده ما كانش موجود قبل كده، مزارع الدواجن والثروة الحيوانية، وبالتالي الحفاظ على الثروة الداجنة والحفاظ على الاستثمارات والحفاظ على تحسين معدلات الأداء. يعني هو طبعا جهد كبير يعني حضراتكم بتقوموا بيه وشاكرين عليه طبعا يعني في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، ولكن ان شاء الله نرى الافضل في الفتره اللي جايه ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع فقره الصحافه اللي هنناقش فيها المنشطات اليوميه النهارده، وبيساعدنا في تحليل الخبر معانا عبر الهاتف هيكون معانا الاستاذ عبد الستار حديث المحلل السياسي. فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الصحافه، خليكم معانا.